خطر كبير للإنحراف. وقد يعني يتحايل الناس الإنسان المستفتي إنما راجي يسأل الإمام بما يريد أن يسمع، عنده نية باش يسمع الشيء الذي يريده، يكون يعني كما ذكر الشيخ يريد أن يوجه الإمام إلى ما يريده هو، لا يحق للإمام أن يسير خلف هذا الشيء، أن يتحقق ويعرف كما ذكر الشيخ في أحوال المفتي يكون عارفا بأحوال الناس وأعرافهم. ولا ليس عيبا أن يقول الإمام للمستفتي لا أعلم، اذهب إلى غيري وروح إلى المجلس العلمي في الولاية وهكذا، هذا شيء لا يعاب على الإمام أن يحيل إلى غيره من الأئمة أو المشايخ الآخرين في مسألة ولو كانت بسيطة، يشاور على الأقل، قال اسمح لي أو أنظرني يوما أو يومين أبحث في المسألة وأسأل المشايخ وأرد عليه. بعض الناس يقول لك لا أنا ما نبيش، عيب نقول له ما نعرفش، لا، من قال لا أدري علم الله ما نبي. فالإنسان حتى الملائكة كما ذكر الشيخ قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمته، فوق كل ذي علم عليم، الإنسان يحيل المسألة على غيره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا وفي علمه وأن يزيده خيرا على خير وعلما على علم. جزاء الله خير وبارك فيكم جميعا. الندوة مستمرة أيها الإخوة، الندوة ما زالت مستمرة، نستقبل في هذه اللحظات الأخت الدكتورة حسين في توجهنا فيما يخص الحالة الصحية والوبائية التي نشهدها هذه الأيام والتي لا بد من الحذر وتطبيق بروتوكول الصحي. ونحيل الكلمة الآن إلى الشيخ نبيل.